المفروض ان حضرتك انت اللي بتسعى للشغل مش الشغل هو اللي بيسعى لك. بمعنى ايه؟ ان انت في البدايه لازم تكون بترتب اولوياتك. يعني ايه بترتب اولوياتك؟ بتشوف ايه الحاجات اللي انا محتاج اتعلمها، والحاجات اللي انا محتاج اتعلمها دي هي بناء على بيئه العمل. طيب ده بنعرفه ازاي؟ بنعرفه ان حضرتك بتبتدي تسال الناس اللي اتخرجت قبل كده، الاساتذه بتاعتك في الجامعه، الدكاتره، مين الشركات اللي موجوده في الصناعه اللي احنا بنشتغل فيها او المجال اللي احنا بنشتغل فيها ومشهود لها بالكفاءه والانتاجيه الكويسه وبيئه العمل اللي تصلح ان انا اكون بدخل جواها. ببتدي بعد كده بدور على مواقع التوظيف زي Indeed.com، زي LinkedIn، مواقع توظيف كتير متعرف عليها. ممكن نكتب على جوجل مواقع التوظيف وهتظهر اكتر مواقع. ببتدي ادخل على مواقع التوظيف دي وابص على الاعلانات التوظيف بتاعتها. انا في المرحله دي لسه بدرس في الجامعه، بس بشوف الشركه دي ايه هي الوظائف اللي بتعلن عنها. اتفقنا؟ من ثم بيبقى في حاجه اسمها الوصف الوظيفي او الجوب ديسكريبشن. جوب ديسكريبشن ده بيكون متقسم ازاي؟ اول حاجه تعريف للشركه، ومن ثم الوظيفه ديت اسمها ايه، وبعد كده ايه هي الريسبونسابيلتيز او المسؤوليات اللي المفروض صاحب الوظيفه يكون بيأديها داخل العمل. يعني لو طالب مهندس انشاءات، مفروض مهندس الانشاءات ده بيجي عندي في الشركه عشان يعمل ايه؟ يعمل 1 2 3. طب ايه هي الريكويرمنتس بقى، او ايه الحاجات الشروط او الاشتراطات اللي لازم تكون في الشخص علشان يكون مؤهل ان هو يشوف الوظيفه دي؟ فبعد ما بقرا الجوب ديسكريبشن ده بحط لنفسي الليرنينج بلان او خريطه التعلم. فبقول ان انا في الوقت بتاع الجامعه محتاج اتعلم دي ودي 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 علشان ابقى مؤهل ان انا اروح ابص على الوظيفه دي واشتغل. تمام؟ فدي اول مرحله علشان نقول ان انت ايه ماشي على الطريق اللي انت هتلاقي بيه. وانا لو قريت الاعلانات وانا في سن الجامعه ده هيديني حاجتين. اول حاجه عينيا هتاخد على قرايه الاعلانات، ودي محتاجه على فكره ممارسه كتيره طبعا، اني على الاقل بقيت بعرف اميز يعني ده الاعلان ده مضروب ولا لا يعني. صحيح. تاني حاجه انا عايز اسالك فيها دلوقتي بقى، هو انا ببتدي ادور على الشغل وانا لما بتخرج، ولا وانا في الجامعه يعني خارج كده قاعد على دكه الاحتياط بس مسخن وتمام، يوم ما هنزل الملعب هنزل واجيب جون؟ طب انت بتسخن بتقولي ليه؟ وانت عمليه التسخين دي هي عمليه المعرفه. تمام؟ فلازم تبدا من قبل ما تتخرج اصلا. يعني ابتدي بقى تدريب، ابتدي كورسات، ابتدي ابقى مؤهل يعني. ابتدي تدريب وابتدي كورسات، زائد ان انا بعرف سوق العمل اصلا او بيئه العمل ايه الحاجات اللي هم طالبينها. فببص على الاعلانات بتاعت الوظائف اللي بتطلبها الشركات زي ما اتفقنا المشهود لها او المعروفه في الصناعه ديت، ومن ثم ببتدي ادخل على موقع لينكد ان. في موقع كويس قوي لينكد ان، بكتب عليه اسم الشركه اللي انا شفت فيها اعلان الوظيفه دي. اوكي؟ وبختار في تابه كده جوه اسمها بيبول او الاشخاص، بيطلع لك كل الناس اللي شغالين في الشركه دي. بكل بساطه تقدر حضرتك تضيفهم، و يعني مره في الثانيه لما يحسوا ان انت متفاعل مع المنشورات اللي هم بينزلوها والحاجه بيدي لك الاتحيه ان انت تقدر تدخل تسالهم. والله انا بدرس في ثالثه هندسه دلوقتي، او انا بدرس في كليه كذا، وعايز اعرف ايه الحاجات اللي اشتغل على نفسي فيها علشان اكون مؤهل بعد كده ادخل. اول حاجه دي ان هو بيدي لك المعلومه الصحيحه من داخل بيئه العمل. بيقول لك احنا لما بنيجي نعين بنبص على 1 2 3، زائد ان انت بيبقى عندك كونكشن او عندك دايره علاقات مهنيه في الناس اللي اوريدي بتشتغل في الحاجه دي، وبالتالي لما بيكون في وظيفه فاتحه ممكن يرجع يبلغك بيها مرة تانية.